لما وقفت تجاه قبر محمد ناديته يا منتهى الآمال أنا قاصد أنا وافد أنا وارد أنا من ذنوبي حامل الأثقال أنا خاطئ ومخلط ووسيلتي أني وفدت على الجناب الغالي عين الكمال وكعبة النزال بل بحر الدلال ومنبع الإفضال الراحم البر الرؤوف وخير من يدعى به في سائر الأحوال لما رأيت النازلين بقبري قد أزمغوا في السير والترحال زاد اشتياقي نحوه وصبابتي وخرجت فيهم ساحب الأذيال محمد نور عيني والصبية شفيع الذنياب والصبية شفيع على الذنب صغار كبار والصبية دخيلك يا رسول الله والصيبية المحاسيب لا يا لا لا يكلفنا بجواب محمد يا شفيع الإنس والجان يا مفتاح الدهور الجزن والجان ترى النيران من كل صوب وجيان تدارك دينك وصون العتاب في ربيع البدر لا لا وانتهى عهد الضلال مولد الهادي محمد يا حلاة ويا جمال الله في ربيع البدر لا لا الضلال مولد الهادي محمد يا حلاة ويا جمال الله فإنها حق لبشرى للإنس والجان ذكرى الله وانطفت نيران كسرى والعرش عن أرض ما لا في ربيع البدر لا لا وانتهى عهد الضلال مولد الهادي محمد يا حلاة ويا جمال الله
تمت أنوار التهامي أحمد محي الظلامي الله الذي له باب الحمامي واشتكت عند الغزاة يا ربيع البدر نالا وانتهى عهد الضلالة الله مولد الهادي محمد يا حلا ويا جمالا الله حتى في التوراة اسمه خير مبعوث للأمة الله جاء بالإسلام رحمة يملأ الدنيا عدالة في ربيع البدر لالا عهد الضلالة الله مولد الهادي محمد يا حلا ويا جمالا محمد انتصر يبو باعتي سرخيو بهاري خدا ناساني حكسيني سرباساني يا رسول الله محمد تاجي سرايا يا 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 سر دفترا او جوهرا تي اخترا تاجي سر بو سرور وكسي بر مليونها رنج رصار بو ناسين دكن في السيار يا حبيب الله في غنبري مجد بخش ناوت وكتور بو بخش سرداري هم السرداران شاو ساقي هم ربواران تا كميرا لم قردونا دشمن لآسي زبونا معجزة يا أو سروكا لسرد الله أو بروكا وابهاري قلبارانا قمرابون أولا نمانا الله يا دي مولودي في غنبان شن شنين شن دجوانا الله في ربيع البدر الأعلى وانت مهد الضلالة الله مولد الهادي ويا جمالا الله رحمة أبوها مغالم كوتا بيغنبار وخاتم وصفي أونا وتني بادام وصفي هاتوا على قرآن الله يا ربيع البدر لالا وانتهى عهد الضلالة الله مولد الهادي محمد يا جمال الله رحمة بباري نخوايا بروحي أو مصطفايا الله شافعي روجي جزايا لا زحمات لا تنقانا الله الله في ربيع البدر لالا وانتهى عهد الضلالة الله مولد الهادي محمد يا حلا ويا يا يا مغرب النبي المختار والي وفاز لي ابو ابراهيم والي
إلى تاج الرسالة انصاغ واله ولمن الله سياد العالمية ولا غن بادوا علينا من ثنيات الوداع وجمس ما دعا لله نور أمني وسلامي نور حقي ويقين طلع من ثنيات الوداع وجمس الله ساقه تعالى رحمة للعالمين فعلى البر شغاء وعلى البحر شغاء ولا غن نطقه وحي السماء قوله قول فصيح يتحدى البلغاء على من بنوا علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما وغى القرآن وطلع وعلينا من ثنيات الوداع وجب الشكر ما دعا لله دعا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. في أربيل زيارة الشيخ طاهر مكايلي بمناسبة شفائه من المرض، أدعو الله تعالى وأنتم تدعون له بشفاء. بارك الله فيكم. سلامي وتحياتي من أربيل إلى محبي